السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مادة مبادئ الإدارة. اليوم حنأخذ معنا الفصل الثاني، تطور الفكر الإداري والمدارس الإدارية. ما المقصود بتطور الفكر الإداري والمدارس الإدارية؟ يعني في هذا الفصل حنتعرف على النظريات الإدارية، كيف تم النظر إلى علم الإدارة سابقاً، وما هي المراحل التي تطورت بهذه النظريات، يعني كيف يمكن لنا أن ندير المؤسسات وكيف يمكن لنا أن ندير الأفراد. حنتعرف على ثلاث مدارس أساسية: المدرسة الكلاسيكية، والمدرسة السلوكية، والمدرسة الحديثة. اليوم موضوعنا عن المدرسة الكلاسيكية. نحن نعلم أن الإدارة موجودة على الأرض منذ آدم عليه الصلاة والسلام، لكن التقعيد الإداري لم يأخذ حقه إلا في نهاية القرن التاسع عشر. يعني الإدارة كعلم بدأت في القرن التاسع عشر، لكن هي موجودة منذ البشرية. ومن أول من كتب في حول الإدارة الاستراتيجية هو القائد الصيني سن تزو، قبل أكثر من 3000 عام. قبل 3000 سنة هذا القائد الصيني كتب كتاب عن علم الإدارة، لكن لم تكن مكتشفة، وتم اكتشافه كتاباته في القرن العشرين، وجمعت في كتاب اسمه فن الحرب. للعرب أيضا نصيب وافر في هذا العلم، لكن للأسف لم يتم الحفاظ على هذا العلم نتيجة الأمور السياسية التي مرت بها الوضع الإسلامي والوضع العربي. وأيضا كما نعلم أن هذا التراث العظيم تم دثره في نهر دجلة بواسطة التتار، ويوجد الآن أكثر من 80,000 مخطوطة مرتبطة بالتراث الإسلامي موجودة في إسطنبول، تحتاج إلى من يزيح عنها الغبار ويخرجها لنا لتستفيد منه الحضارة. خلينا الآن نفوت على النظرية الأولى، وهي النظرية الكلاسيكية. قبل ما نفوت على النظرية الكلاسيكية، هناك مشاكل تسببت بها النهضة الاقتصادية في أوروبا. صراحة يعني بعد الكساد الاقتصادي في أوروبا كان هناك في نهضة اقتصادية. النهضة الاقتصادية تسببت في بعض المشاكل، خلينا نشوفها مع بعض. أول مشكلة التحول من القطاع الزراعي للقطاع الصناعي. يعني بعد ما صار في انهيار اقتصادي في أوروبا، صار الكل يتحول إلى القطاع الصناعي. ما كانش في عندنا قطاع صناعي كبير زمان، كان كله الاهتمام بالزراعة. فبالتالي هذا تسبب في هجرة السكان من الأماكن الريفية إلى المدن، على أساس أنهم بدهم يلتحقوا بالنظام أو بالقطاع الصناعي. أيضا دخول الأطفال والنساء للعمل، لأنه هناك كساد، أصبح في كساد وفي عندنا مشكلة اقتصادية، فالناس بدها تشتغل، فدخل الأطفال والنساء أيضا للعمل، وتدني الأجور نتيجة أنه الأعمال قليلة والناس طالبين العمل كانوا كثار في هذه الفترة، وأيضا انتشار الجريمة. هذه بعض هذه على الهامش يعني بعض المشاكل التي تسببت فيها النهضة الاقتصادية في أوروبا. خلينا نشوف أول نظرية عندنا، النظرية الكلاسيكية. صراحة مرتكزات، أهم مرتكز من النظرية الكلاسيكية هي الرشد والعقلانية والباعث الاقتصادي لدى العاملين في المؤسسة. يعني هذه النظرية اعتمدت في مبادئها اللي احنا هنتعرفها على الرشد والعقلانية. يعني المؤسسات تسعى إلى تطوير الإنتاجية وتطوير الأعمال وزيادة الأرباح، وهذا بسبب الباعث الاقتصادي. يعني هناك نظرة اقتصادية، فبالتالي المبدأ الأساسي التي بنيت عليه النظرية الكلاسيكية هي أو من أهم المبادئ الرشد والعقلانية، ومن أجل الباعث الاقتصادي أو من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للمؤسسة. كانت مرتبطة نوعا ما النظرية الكلاسيكية اللي احنا هنتعرف عليها بشكل أكبر في مفهوم الرق والعبودية شوية، يعني كانت قريبة من هذه المفاهيم، لأنه هنتعرف الآن كيف النظرية الكلاسيكية نظرت للعاملين في المؤسسة على أنهم آلة يجب إعطائهم
الأوامر والتعليمات وما عليهم إلا تنفيذها. عشان هيك سميت بالنظرية التقليدية أو النظرية الكلاسيكية. النظرية الكلاسيكية أو المدرسة الكلاسيكية أو المدرسة التقليدية هنأخذ منهم نظريتين. في عنا نظرية الإدارة العلمية وفي عنا النظرية البيروقراطية. يعني هذه النظريتين تبعات لهذه المدرسة. كل مدرسة يتبع إليها مجموعة من النظريات. المدرسة الكلاسيكية يتبع لها نظرية الإدارة العلمية ونظرية البيروقراطية. المدرسة السلوكية هنتعرف عليها فيما بعد يتبع لها نظرية إكس واي ونظرية العلاقات الإنسانية إلى آخره. وأيضا المدرسة الحديثة يتبع لها مجموعة من النظريات. خلينا نشوف أول نظرية، نظرية الإدارة العلمية. نظرية الإدارة العلمية اهتمت بشكل كبير في تحسين الإنتاجية لدى الأفراد. يعني هذه النظرية كان كل تفكيرها كيف بدي أحسن الإنتاجية من خلال التدريب والتطوير للعاملين في داخل المنظمة. في عنا أربع أساسيات لنظرية الإدارة العلمية. أول أس أو أول أساس تقسيم العمل. اهتمت نظرية الإدارة العلمية في تقسيم الأعمال بين العاملين. يعني كل شخص في المؤسسة له مهمة معينة يجب أن يؤديها بالكامل. أيضا التدريب المستمر. تقسيم العمل يتبع تدريب. يعني كل شخص أنا بحطه في مكان معين يجب أن أخضعه لمجموعة من التدريبات على أساس أنه مهارته وكفاءته تزيد في هذا المجال. النقطة الثالثة استعداد التعلم. يجب أن يكون هناك استعداد للتعلم من قبل العاملين من أجل تطوير أدائهم. أيضا النقطة الرابعة الحوافز المادية. أنه هؤلاء العاملين بحاجة إلى تحفيز مادي. وركزوا على كلمة مادي في النظرية الكلاسيكية. بحاجة إلى تحفيز مادي من أجل تطوير الإنتاجية في داخل المؤسسة. واحد بنظر بقول لي يا أستاذ النظرية الكلاسيكية شيء جميل. إحنا أول ما سمعنا الكلاسيكية أو التقليدية فكرنا أو تصورنا إنه هذه النظرية ربما أن تكون نظرية سيئة أو قديمة. لا، النظرية التقليدية أو الكلاسيكية في بداياتها وبعد الانتكاسة الاقتصادية لأوروبا ومن خلال تطبيق مبادئ هذه النظرية كان هناك نتائج اقتصادية رائعة. كان هناك نمو اقتصادي رائع من خلال تبني هذه الأفكار. لأن النظرية الاقتصادية في بدايتها حتى لو اعتبرت أنه العامل عبارة عن آلة، حتى لو كانت قاسية نوعا ما عن العامل، لأنه هذا كان مرتبط بشخصية العامل في ذاك الفترة، شخصية ما كانت الجدية، لأنه كان في عندنا نظام اشتراكي، كانت الدولة هي من تحكم كل شيء وتملك كل شيء، فالشخص اللي بيشتغل كان يعتبر نفسه إنه هو عبارة عن يعني أنا بأخذ فتات، فبالتالي مصلحة العمل ما كانتش ضمن أولوياته، وكان ضمن أولوياته مصلحته الشخصية. لذلك عندما جاءت النظرية الكلاسيكية راعت هذه النفسية لدى العاملين، فبالتالي كانت النظرية من ضمن أساسها أنه التحفيز المادي هو المحرك الأساسي للعاملين في داخل المؤسسة. من أشهر رواد هذه النظرية هنري فايول وفريدريك تايلور اللي هو مؤسس النظرية البيروقراطية. طبعا يعني احنا هذول الأسماء أقطاب في عالم الإدارة حيمروا علينا فيما بعد وحنشوف أهم مبادئ الإدارة لهنري فايول اللي هي من مئات السنوات لكن حتى هذه اللحظة نعتبرها مبادئ أساسية. أول نظرية، نظرية الإدارة العلمية. أسس هذه النظرية استخدام الطرق العلمية في رفع الإنتاج أو في رفع الإنتاجية وحل مشاكل العمل. إذن حل مشاكل العمل لا يتم بطريقة عشوائية بل يتم بطريقة ممنهجة وطريقة علمية. لذلك سميت نظرية الإدارة العلمية. وما هي الطريقة المنهجية لحل مشاكل العمل؟ هو متابعة العمل ومعرفة المشاكل لدى العاملين ونقاط الضعف والقصور والعمل على تدريبهم وتأهيلهم
ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأيضا تقسيم الأعمال على حسب التخصص. هذه كانت النظرية العلمية لحل مشاكل العاملين في داخل المؤسسة. الآن لو احنا نظرنا جايلنا استخدام الطرق العلمية في رفع الإنتاجية ولم يقل في رفع الإنتاج، وهنا سؤال ممكن شخص يسألني فيكو، ما هو الفرق بين رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج؟ بالتأكيد هناك فرق كبير جدا، وباخذ مثال بسيط. إذا كان في عندي أنا 5 عمال في داخل المؤسسة، كل عامل يقوم بإنتاج 10 قطع، إذا الحجم الإجمالي للإنتاج هو 50 قطعة. نفترض أن المؤسسة أرادت زيادة حجم الإنتاج إلى 100 قطعة يوميا وليس 50، فبالتالي هي بحاجة إلى زيادة عدد العمال ليكونوا أو ليصبحوا 10 عمال، وكل عامل يقوم بإنتاج 10 قطع، إذن الحجم الإجمالي للإنتاج هو 100 قطعة. لكن في هذه الحالة نحن قمنا بزيادة الإنتاج ولم نقم بزيادة الإنتاجية، لأن الإنتاجية مصطلح يعود على العامل وهي إنتاجية الفرد وليس على المخرجات النهائية. يعني إنتاجية الفرد في الحالة الأولى كانت هي 5 قطع يوميا، وأيضا في الحالة الجديدة هي 5 قطع يوميا أو 10 قطع يوميا، آسف، 5 عمال بينتجوا 50 قطعة وعشر عمال بينتجوا 100 قطعة، إذن إنتاجية العامل في كلتا الحالتين هما 10 قطع، فأنا ما زدت إنتاجية العامل. يبقى هذا العامل عشان أزيد إنتاجيته يحتاج إلى التدريب والتطوير والتحفيز، ومن هنا دور نظرية الإدارة العلمية. يعني أنا بدي أزيد الإنتاج إلى 100 قطعة، لكن بدي أخلي كل عامل اللي هم 5 عمال ما بدي أزيدهم، بدل ما كانت إنتاجيته في اليوم 10 بدي أخلي إنتاجيته في اليوم تصبح 20. كيف؟ من خلال تدريب هؤلاء العاملين واستخدام طرق حديثة في الإنتاج، فأصبح العامل بدل ما ينتج 10 في يوميا صار ينتج 20 يوميا، وهيك أنا زدت الإنتاج ل 100 قطعة يوميا، وأيضا زدت إنتاجية العامل من 10 قطع إلى 20 قطعة. يبقى الإدارة العلمية اهتمت بزيادة الإنتاجية وليست زيادة الإنتاج. النقطة الثانية، ضرورة تقسيم العمل وتنظيمه وتحديد أساليبه وتبسيطه وتوزيعه على العاملين. يبقى تقسيم العمل كانت نقطة أساسية في نظرية الإدارة العلمية. لو أنتم بتلاحظوا لما نحن نروح على مصنع بنلاقي فيه العامل الأول مسؤول عن شغلة معينة بيأديها، بعد ما يخلصها بتروح للعامل الثاني، بعد ما يخلصها بتروح للعامل الثالث، وهكذا. فهم اعتبروا أنه تقسيم العمل بيصبح العامل عنده مهارة كبيرة جدا في الجزئية الخاصة فيه، فبالتالي هذا بيساعد على زيادة الإنتاجية لكافة العمال وزيادة الإنتاج وأيضا تحسين. هذا الكلام حتى احنا بنشوفه في الوضع الحالي. يعني نفوت محل شاورما بنلاقي هناك شخص فقط مسؤول عن تقطيع الشاورما، وهناك شخص مسؤول عن لف الشاورما عامل الساندويش، وهناك شخص آخر مسؤول عن الحسابات. بتلاقي الشخص بيأدي كل المهام لأنه بيعتبره أنه تقسيم العمل هيك بيساعد على سرعة الإنتاج وتحسينه وزيادة جودته. النقطة الثالثة، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهنا هي الرشد والعقلانية. أنا في نظريتي بدي أزيد إنتاجيتي وبدي أحسن طبيعة العمل، فبالتالي يجب أن أضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وأيضا النقطة الرابعة، غرس روح التعاون بين العاملين بينهم وبين الإدارة، واعتماد مبدأ المساواة في تقسيم العمل وتوزيعه بين المديرين والعاملين. إذن أيضا مبدأ المساواة هنا نقطة مهمة. بنلاحظ أن نظرية الإدارة العلمية يعني كانت لها مبادئ رائعة جدا وكانت حكيمة وعادلة، وهذا السبب اللي خلاها تساهم في رفع الاقتصاد في ذاك الفترة. لكن برغم من هذه المبادئ الجميلة حنكتشف انه في إلها بعض المآخذ والعيوب، حنأخذهن بعد ما نأخذ المبادئ الإدارية لهنري فايول.
هنري فايول رجل إداري بمعنى الكلمة، وضع مبادئ إدارية قبل عشرات أو مئات السنين وما زلنا نستخدمها حتى هذه الفترة قبل عشرات السنين. أول مبدأ، مبدأ تقسيم العمل، وتحدثنا عن تقسيم العمل. أيضا المبدأ الثاني وحدة إصدار الأوامر، يعني ما بنفع يكون أكثر من شخص بيصدر الأوامر للعاملين، هذا بيسبب تشتت لدى العاملين، يبقى مركزية إصدار الأوامر من مدير شخص واحد فقط. أيضا الترتيب، ترتيب الأعمال، ويجب أن تكون الأعمال مرتبة وليست عشوائية. وتشجيع روح المبادرة من خلال التحفيز المادي زي ما احنا تحدثنا، وأيضا المكافأة والتعويض. كل شخص يؤدي عمل يجب أن يعوض ويجب أن يكافأ مقابل هذا العمل. واعتمدت هذه النظرية أن العمل الذي لا يحفز لا يكرر. أيضا السلطة والمسؤولية، هذه نقطة مهمة ومبدأ أساسي من مبادئ الإدارة لهنري فايول، السلطة والمسؤولية. ونحن نعلم أن السلطة هي القدرة على إصدار الأوامر وإجبار الآخرين على تنفيذها، والمسؤولية هي أن تتحمل مسؤولية أداء عمل شيء وتتحمل نتائجه وعواقب هذا الشيء. طب ما المقصود بين المساواة أو أن تكون هناك مساواة بين السلطة والمسؤولية؟ هي ليست مساواة، أن يكون هناك مواءمة بين السلطة والمسؤولية. أديك مثال بسيط. نفترض أنا أجيت حكيت لك إنه أخوك ضمن مسؤولياتك، أخوك الصغير، يعني أي إشي بصير فيه أنت اللي بدك تتحمل هذه المسؤولية، وبنفس الوقت أنا ما أعطيتك السلطة اللازمة للتحكم في تصرف أخوك، يعني إذا بده يطلع في وقت غير مناسب إنك أنت تقول له ممنوع يطلع، أو أنت اللي بدك تعطيه له المكافأة لما يعمل شيء كويس، أو أنت اللي بدك تعاقبه. أنا نازع منك كل هذه السلطة وكل هذه الصلاحيات، كيف ستتحمل مسؤوليته؟ فبالتالي أنت على طول هتقول لي أنا كيف بدي أتحمل المسؤولية وأنت لم تمنحني السلطة اللازمة لتحمل هذه المسؤولية. يبقى لما نتحدث عن المواءمة بين السلطة والمسؤولية في العمل، إنه المدير الذي يتحمل مسؤولية مهام معينة يجب أن يمنح السلطة اللازمة لتأدية هذه المهام. وأيضا التعاون بين العاملين والاستقرار في العمل. هذا الاستقرار إنه ما يكونش في عندي دوران وظيفي، ما يكونش في عندي هروب من العاملين لمؤسسات أخرى، وهذا الهروب ربما ناتج عن البحث عن امتيازات أخرى في مؤسسات تانية. طب ليش الاستقرار في العمل مهم؟ لأنه هذا الشخص أنا دربته وتعبت عليه ووصلت لمرحلة إنه الإنتاجية صارت بوضع ممتاز عندي، فبالتالي لما يخرج من المؤسسة ويجيني شخص جديد أنا حرجع الكرة من أول وجديد. وتدرج السلطة، السلطة من أعلى إلى أسفل. السلطة العليا تكون في رأس الهرم، ومن ثم الإدارة الوسطى، ومن ثم الإدارة التشغيلية. ما بنفع شخص بيشتغل في الإدارة التشغيلية يصدر أوامر وتمشي على رأس السلطة، ما بينفع. ربما في أماكن حتى في وقتنا الحاضر بتصير شخص بيشتغل في المستويات الوسطى أو المستويات التشغيلية وبنقول عنده نفوذ وكلامه بيمشي على المدير وعلى المسؤول. لا، هنا تدرج السلطة، السلطة يجب أن تكون من أعلى إلى أسفل. وأيضا وحدة الرقابة، يجب أن تكون هناك وحدة مسؤولة عن العملية الرقابية والانضباط والمكافأة والتعويض ومركزية السلطة والعدل والمساواة. هذه مبادئ أساسية من مبادئ نظرية الإدارة العلمية لهنري فايول. خلينا نشوف، وإحنا زي ما حكينا إنه قديش كانت النظرية التقليدية رائعة، إلى إنه كان هناك مجموعة من الانتقادات التي وجهت لنظرية الإدارة العلمية. لا ننسى أن نظرية الإدارة العلمية عندما اهتمت بالإنتاجية من خلال تدريب العاملين وتقسيم العمل، هو كان التركيز الأساسي في ذاك الفترة
على الإنتاجية فقط ولم يكن التركيز على العاملين. يعني أنا بزيد الإنتاجية حتى لو أنا يعني استخدمت كل الوسائل الممكنة الجيدة والغير جيدة على العاملين. طب نفسية العامل، طب ربما العامل يعني كان عنده ظروف إنسانية لم تسعفه في زيادة الإنتاجية. نعم، كان الاهتمام بالعمل في ذاك الفترة على حساب العامل بشكل كبير. خلينا نشوف أول انتقاد نظرتها للعامل على أساس أنه آلة. هذا العامل دربه، أعطيه توجيهات وتعليمات، بصير في عندي إنتاجية. طب هل هناك ظروف إنسانية لدى هذا الشخص ممكن تعيق عمله في يوم معين؟ أهملت كل الجوانب الإنسانية لدى الأفراد واعتبرتهم هم آلات، اللي هي النقطة الثانية، إهمال النواحي الإنسانية. النقطة الثالثة، اقتصارها على مستوى العمال في المصنع الصغير، لأنه دائما المصانع الصغيرة هي اللي أنت ممكن تتحكم في كافة العاملين وإعطاهم التوجيهات والأوامر. لكن في المصانع الكبيرة لم تنجح هذه النظرية بشكل كبير جدا. أربعة، التأكيد الزائد على الإنتاجية لتحقيق الربح. يعني كان كل همي في هذه النظرية هي زيادة الإنتاجية فقط. أما الانتقاد الخامس والمهم هو إهمال التنظيم غير الرسمي. والمقصود بالتنظيم الغير الرسمي هي التنظيمات أو التشكيلات التي يتم تشكيلها في داخل المؤسسة من قبل العاملين. أي منظمة العاملين اللي فيها بيكونوا عاملين كتات أو بيكونوا عاملين جروبات، بيطلعوا مع بعض، بتفسحوا مع بعض، بمزحوا مع بعض. فهي أهملت هذه الجوانب وأهملت هذا التنظيم، لأنه هذا التنظيم لما يقع ظلم على شخص إيش بصير في باقي الأفراد؟ بتكاثفوا مع هذا الشخص ويتعاطفوا، ممكن هذا يأثر سلبا على العمل في المؤسسة، وممكن يعملوا إضرابات، وممكن يعيقوا المؤسسة في تحقيق أهدافها. فبالتالي يجب هو بالطبيعي عدم إهمال التنظيمات الغير رسمية، لكن نظرية الإدارة العلمية هي أهملت التنظيم غير الرسمي في المؤسسة. هذه كانت نظرة لنظرية الإدارة العلمية. خلينا نفوت الآن عن النظرية البيروقراطية، وهي النظرية الثانية من المدرسة الكلاسيكية. البيروقراطية، احنا بنسمع مفهوم بيروقراطية هو روتين، وهو مفهوم سلبي. يعني بنقول هذا النظام بيروقراطي، يعني هذا النظام فيه روتين وممل وإجراءات معقدة وطويلة إلى آخره. لكن إذا نظرنا للبيروقراطية في حقيقتها وفي بدايتها، نرى أنه نظام إداري رائع جدا، اعتمد على تقسيم العمل وعلى تنظيم العمل وعلى يعني ضبط العمل ومنع أي تسيب في هذا العمل. خلينا نشوف النظرية البيروقراطية هي مجموعة من القواعد والمبادئ اللازمة لتنظيم سير العمل في المنظمات الإدارية الكبيرة والأجهزة الحكومية. يبقى أهم ما يميز النظرية البيروقراطية عن نظرية الإدارة العلمية إنه نظرية الإدارة العلمية كانت موجهة نوعا ما وتراعي المؤسسات أو المنظمات الصغيرة وليست المنظمات الكبيرة. لكن لما يزيد عدد الموظفين، فبالتالي أنا بحتاج لقوانين وإجراءات صارمة لضبط العمل، لمنع التسيب. فكان النظام البيروقراطي هو الذي وضع مجموعة من القواعد والمبادئ الإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل في المنظمات الإدارية الكبيرة. زي ما احنا شايفين انه لو شخص جاي يعمل معاملة، يجب انه يمر على الموظف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. طبعا هناك سلبيات لهذه النظرية سنتحدث عنها لاحقا. زي ما احنا شايفين في عنا احنا النظرية البيروقراطية يعني شكلت بالاعتماد على الكفاءة الإنتاجية والدقة وإحكام السيطرة. وربما الدقة في العمل وإحكام السيطرة في العمل لعدم التسيب، وكل شخص يؤدي مهامه بشكل حرفي دون تغيير، وهذه هي الأساس في البيروقراطية، إنه كل شخص وكل موظف يؤدي الأعمال المطلوبة منه كما هي موضحة بالإجراءات
دون اجتهاد ما فيش روح للقانون. هذه هي البيروقراطية، ما كانش في عندنا روح للقانون. القانون عندي 1 2 3 يبقى لازم أنفذه بحرفيته دون اجتهاد من هذا الموظف. يبقى من خلال إحكام السيطرة ومن خلال الدقة أنا هيك بساعد على الكفاءة الإنتاجية وإنتاجية الأفراد بتزيد. هذه كانت النظرية البيروقراطية. خلينا نشوف خصائص النظرية البيروقراطية. أول خاصية عندنا خدمة المتعاملين على حد سواء دون تمييز. هذه كانت أول خاصية من خصائص النظرية البيروقراطية، إنك أنت تقدم خدمتك للجميع من غير ما أميز شخص عن شخص. النقطة الثانية تقسيم الأعمال وتنميطها وتحديد معايير التقييم. تقسيم الأعمال على العاملين وتنميطها، الأعمال المتشابهة أحطها في قالب واحد وأحدد معايير المتابعة والتقييم على العاملين. أيضا التوثيق للأوامر والتعليمات والقرارات مما يمنع التجلي والظلم. يعني كل قرار بتم تنفيذه أو اتخاذه يجب أن يوثق، فبالتالي أنا بحمي الناس من ظلم بعض الموظفين أو من القرارات الظالمة. وضع قواعد وإجراءات وتعليمات من أجل معيارية الأداء. كل موظف في داخل المؤسسة له مجموعة من المهام الوظيفية يجب أن يؤديها بالكامل، وهذا ما يوصلنا إلى مرحلة معيارية الأداء أو الأداء المعياري. الأداء المعياري هو الأداء الذي ينفذ وفق الهدف أو وفق ما هو مخطط له دون تغيير. فبالتالي كيف يمكن أن نصل لمعيارية الأداء؟ من خلال وضع مجموعة من القواعد والإجراءات والتعليمات، وتقدم للموظف من لحظة تعيينه ويطلب منه اتباع هذه التعليمات دون تغيير فيها. أيضا التفريق بين العمل الرسمي والعلاقة الشخصية. أنت في مؤسسة بعيدا عن كل العلاقات الشخصية، أجا أخوك، أجا ابن عمك، لك أي مصلحة، هذا الكلام بتحطه على جنب، ومصلحة العمل هي فوق المصلحة الشخصية للموظف. أيضا تحقيق أو تحديد نطاق إشراف المدير، وهذه نقطة مهمة. إيش المقصود بتحديد نطاق الإشراف؟ يعني هناك بعض الوظائف يمكن أن تشرف وتتابع 10 عاملين خلال عملك، لكن وهناك بعض الوظائف ممكن تخليك أو من خلالها تتابع 20 أو 30 شخص، ممكن بعض الوظائف ما تقدرش تتابع هذا العدد. فبالتالي كل مدير يجب أن يحدد عدد المرؤوسين اللي من خلاله يمكن الإشراف عليهم. يعني قديش أنا بقدر أشرف هذه الوظيفة؟ الماكسيمم تبعها أو الحد الأقصى يكون في عندي 10 موظفين، ما بنفع أدي 15 أو 20، لأنه هذا حيكون على حساب جودة ودقة العمل. أيضا النقطة الأخيرة التعيين بموجب الكفاءة. خلينا نشوف بعض المشاكل التي واجهتها النظرية البيروقراطية. هي لا شك نظرية جيدة، وهي لا شك تعتمد على اتباع إجراءات وقوانين صارمة تهدف إلى تحسين جودة العمل ورفع الإنتاجية، إلى أنها عانت من بعض القصور، منها الجمود وعدم المرونة. وهنا المقصود فيها هو اتباع التعليمات بشكل حرفي دون تغيير. طب أليس هناك حالات استثنائية؟ أليس هناك حالات تحتاج إلى روح القانون؟ هنا لا، ما بيعترفوا بهذا الكلام. أنا طالما في عندي قانون يجب أن أتبع هذا القانون. يعني أنا الساعة 9 بقفل استقبال الملفات، أجاني شخص الساعة 9:05 أو 9:02 قال لي أنا تأخرت بالسيارة، كان في عندي مشاكل برا، كان في عندي كذا. لا خلاص، أنا بستقبل الساعة 9 فقط ولن أقبل بعد ذلك. طب أين روح القانون في الموضوع؟ ما فيش روح للقانون. النقطة الثانية الروتين، وزي ما أنتم شايفين هذه الصورة ربما تعبر عن الروتين، والمقصود أنه يجب على المعاملة عندما تنفذ أو الإجراء عندما ينفذ يجب أن يمر بمجموعة من المراحل، مثلا 10 مراحل أو 15 مرحلة. طب هل يمكن
يعني القفز على مرحلة معينة لأي حالة من الحالات، لا ما فيش، لازم الورقة تمر على الموظف الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. هذا يعني خلق نوع من الروتين في المعاملات. يعني هناك بعض الأعمال الروتينية التي يمكن تفويضها على سبيل المثال، يعني هناك بعض الأعمال يمكن تفويضها للمرؤوسين على أساس أنهم ينفذوها من غير ما تروح المعاملة للموظف الأول ثم مديره ومدير مديره وهكذا. هذا هو الروتين أو هذه هي البيروقراطية في بداياتها، لأنها كانت يعني تهدف إلى ضبط العمل وأحكام السيطرة، فبالتالي كان أنه المرؤوس أنه يتخذ قرار دون الرجوع للإدارة العليا كانت ما كانتش موجودة، فهذه خلقت نوع من الروتين والملل عند البعض. النقطة الثالثة كانت نقطة مهمة، المظاهر والشكليات. هذا الموظف عندما يشعر أنه هو لديه الصلاحية أنه يقبل طلبك وما يقبلوش، مجرد أنت تأخرت عليه دقيقة، أنا ما بدي أقبل طلبك، هو قادر يقبل طلبك وحطه في الملف. هذه خلقت نوع من المظاهر والشكليات، وبعض العاملين أو بعض الموظفين في المنظمات شافوا حالهم نوعا ما على المرؤوسين وعلى العملاء. هذه خلقت برضو نوع من النفور نوعا ما من قبل العملاء، اللي هي الشكليات والمظاهر اللي اختلقها الموظفين نتيجة شعورهم بالسيطرة على طبيعة المهام الوظيفية اللي هم بيأدوها. النقطة الرابعة، مقاومة التغيير. الحياة تحتاج إلى تغيير، وهناك مقولة، كل شيء في الكون سيتغير إلا مصطلح التغيير، لن يتغير. إذن التغيير دائما هو ظاهرة إيجابية، لأنه يسعى التغيير إلى الأمور الإيجابية ويسعى إلى تحسين العمل وأمور كثيرة جدا. فبالتالي البيروقراطية كانت مقاومة لهذا التغيير، وهي اتباع الإجراءات بحذافيرها دون تطويرها ودون تغييرها. هذه كانت إحدى مشاكل البيروقراطية. أيضا المشكلة الأخيرة في البيروقراطية هو المرض البيروقراطي. وما المقصود بالمرض البيروقراطي؟ البيروقراطية وجدت من أجل هدف سامي وهدف جيد، هو تحسين العمل ورفع جودة العمل والكفاءة الإنتاجية. عشان هيك أنا وضعت القوانين والإجراءات الصارمة، عشان هيك أنا ألزمت العاملين بمجموعة من المهام يجب تنفيذها وعدم تغييرها. لكن ماذا لو إن كان الالتزام بالقوانين سيعيق العمل؟ يعني التزامي بالقوانين في هذا الفترة الاستثنائية أو في هذه الحالة سيعمل على إعاقة العمل، أو ربما سيعمل على تقليل إنتاجية العمل. هل سألتزم بالتعليمات بحذفها؟ يعني على سبيل المثال، أنا في عندي تعليمات ممنوع أطلع من الغرفة. طب لا سمح الله لو صار في عندي حريق في الغرفة، هل ألتزم بالتعليمات وأقول أنا في عندي تعليمات ممنوع أطلع، ولا في الحالة هذه لازم أطلع؟ إذن المرض البيروقراطي أصبح العاملون في داخل المنظمات يلتزمون بالقواعد والتعليمات والإجراءات حتى إن كانت في حالات معينة تؤول إلى إعاقة العمل أو إلى تقليل الإنتاجية في العمل، وهذا ما يسمى بالمرض البيروقراطي. إذن هذه النظرية الكلاسيكية، شفنا النظرية أو نظرية الإدارة العلمية التي اهتمت بالإنتاجية من خلال تقسيم العمل ومن خلال تدريب العاملين ومن خلال تحفيزهم. أيضا النظرية البيروقراطية التي اهتمت برفع الكفاءة الإنتاجية من خلال تحديد إجراءات واضحة وإلزام العاملين فيها. وشوفنا إيش بعض مشاكل النظرية البيروقراطية ونظرية الإدارة العلمية. هيك احنا بنكون انتهينا من النظرية البيروقراطية ونظرية الإدارة العلمية، وإن شاء الله المحاضرة القادمة
ستكون عن النظرية السلوكية. انتظرونا يوم السبت لقاء مباشر مع طلبة شعبة 201 على أساس نناقش النظرية البيروقراطية ونظرية الإدارة العلمية والإجابة على أي تساؤل من الطلبة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.